مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. مغني الراب سول كينغ اختار أن يزور مدينة لندن في الحدث الديني ألا وهو يوم مولد النبوي الشريف، وقد تجهز لاستقباله نجم الانستغرام ريفكا. وش رايك؟ مرحبا بك في لندن. السلام عليكم. السلام. قصة ريفكا وباولينا عادت من جديد رغم تستر لكلا الطرفين عن هذا اللقاء. الأدلة الحاضرة قد فضحت عودتهما. باولينا قد نشرت على حسابها الرسمي مائدة العشاء، وهي نفس الصورة التي نشرها ريفكا. باولينا قد كان لها الحظ أن تتناول وجبة العشاء مع المغني العالمي سول كينغ. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.